كيف حالك يا سمية؟ مهدي الحمد لله على السلامة. وين تروح يعني؟ ضحكت كثير من وراه هو بلا حكيت؟ الحمد لله لا. صاحب المال تعبان ابن عمي. يلا رحمة. أنا بايت أبو مهند. بادي كيف حالك؟ ومنهاجا. الحمد لله الذي أكرمنا من لدنه بالهدى وأضاء لنا السراج إنه الإسلام
إنه الإسلام لنا نبراسا ومنهاجا لنحيا به بلا إشكال وبلا اعوجاج. وأصلي وأسلم على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يحث الشباب على الزواج قائلا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما قال صلى الله عليه وسلم ناصحا ذوي الزوجة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كما يتوجه إلى العريس إذ ينتقي موجها له إذا بعد تنكح المرأة لأربع بمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداه. وهذا الحضور الكريم وهذه الجاهة على رأسها ابن العم أبو داود وابنه أبو خالد وابنه خالد جاءوا إلى هذا الديوان العامر بأهله قاصدين آل الثلث عامة وأبو إسلام خاصة طالبين يد ابنتهم وكريمتهم صاحب الصون والعفاف الحصان الرزام نور عبد الرحيم عمر عبد الرحمن حماد أملينا أن نرى منكم رايات القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد العابدين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين الذي جعل لنا من الزواج سنة تتبع ونهجا يقتدى إلى يوم الدين، فقال وهو الصادق الأمين الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأصهار الكرام، نجتمع في هذه الساعة الأنيسة المباركة لإشهار خطوبة ولدينا العزيزين ابنكم الشاب الأديب الأريب صاحب الدين والخلق داود خالد داود خالد حامد وابنتنا الكريمة المصون صاحبة الدين والخلق أيضا نور عبد الرحيم سايا ياسين. ونحن بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن والد العريس الأخ العزيز أبو إسلام أقول لكم أهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وإنما جئتم لأجله مجاب إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العريسين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لهما ويبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير إن شاء الله، وأن يكلل حياتهما باليمن والخير والبركة والذرية الصالحة. دمتم إخوتنا الأعزاء ودام عزكم، وعلى هذه النية المباركة الفاتحة. السلام عليكم.